ووصلنا إلى مكتب نائب والي جعلان بن أبو علي بنيابة الأشخرة. في هذا المكان راح يتم استقبال الشباب، جموع المهنيين الشباب بإذن الله جايين خصيصا من أجل استقبال الشباب، الفرق الشعبية، الفنون الشعبية، الجميع هني في استقبال الشباب. شكرا لشرطة عمان السلطانية على هذا التنظيم الكبير اللي قايمين فيه، حقيقة ما قصروا، بيض الله وجههم. ابويا ايش شعوركم؟ والله شعورنا طيبة والحمد لله ونشكر الله ونشكر اخوتنا ونشكر الله على كل حال. الحمد لله الحمد لله. كيف لما ياكم الخبر؟ فرحنا الحمد لله من صغرنا وكبرنا ونشكر حكومتنا جزاهم الله خير. الحمد لله العسكريين والمدنيين جزاهم الله خير الوايب. الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا. تسلم عليك. وصول الشباب علي 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 على سلامتك. لحظة صور الشباب. والسلام يوم العرب يوم الله أول لهم الحمد لله.